قدمت من اليمن بتأشيرة عمرة، ولكن نيتي أعمل في جدة مدة أسبوع، وأحرمت من جدة. ما شاء الله، ميقاتك ما هو بجدة، أنت من اليمن، ميقاتك السعدية، ميقاتك السعدية اللي هي لملم، في الحديث هي لملم والناس يسمونه السعدية، هذه ميقاتها لليمن، فتحرم من السعدية ولا تحرم من جدة. وإذا كنت أحرمت من جدة يكون عليك فدية، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. فإن كنت لا تقدر على ذبح الشاة فإنك تصوم 10 أيام. نعم.